يتقبل الآن الدكتور الكبير وأستاذنا الكريم الدكتور جزيل الجمل لإبداء ملاحظاته ورأيه حول هذه المسألة. مشكورا. شكرا جزيلا. بارك الله فيك وبارك الله في جميع الحاضرين والأعزاء والأخوات. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بقول أن الله سبحانه وتعالى نرجو أن يمن علينا بالأمن والسلام يعني هذه الحادثة التي حصلت قبل أيام عديدة. فلا بد من أن نقول فقط كلمة أنها مأساة، ولا بد من أن نبين جميعنا تعاطفنا مع هذه مع ضحايا هذه المأساة الكبيرة التي حصلت. نتجاوز الموضوع الآن الاستشراق. أنا الحقيقة حاولت أن أكون آخر متحدث لسبب بسيط، وأنه حتى يعني تطرح كثير من الأشياء فيقل حاجة إلى المزيد. لكن بعد ما أتحدث الأخوان الحقيقة وجدت أنه الكثير من الأشياء تحتاج إلى مزيد إيضاح ومزيد حديث، وبالتالي يمكن يطلب لها وقت طويل. فأبداً ما أتوقفنا يعني حذرني بالرجان قل لي أنه ترى خلاص الوقت إيه حق لها أنه لا أزعج أنا أريد أن أتحدث عن نقاط سريعة جدا حتى أدخل إلى موضوع الاستشراق في الدراسات العليا. يعني العنوان يجبرنا على هذا ما الاستشراق؟ يعني هذا الموضوع يمكن تكرر كثيرا، رغم أنني أقول دائما أستاذ ناصر وإخوان آخرين أننا لم نجد حتى الآن تعريفا دقيقا، لأن الاستشراق قبل 100 سنة هو ليس الاستشراق بعد 25 سنة من 100 سنة، هو ليس نفس الاستشراق قبل 50 سنة. اليوم الاستشراق الجديد الموجود سواء في وهذا يختلف جغرافيا أيضا، يعني يختلف من الاستشراق الأمريكي إلى الاستشراق البريطاني. الآن بصراحة في إسرائيل أصبح هناك مدارس استشراقية، مدارس استشراقية كبيرة جدا، لأنه هؤلاء معظمهم نتيجة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل. جاء كثير من الباحثين والدارسين الذين كانوا قد درسوا على مستشرقين أوروبيين كبار جدا. أنا أذكر من مثلا كستر اللي اشتغل على السيرة النبوية وأنتج مدرسة الآن مدرسة في إسرائيل يقودها مستشرق اسمه لكر. هذا الرجل يدرس تفاصيل ناعمة جدا في قضايا التاريخ الإسلامي، يعني ناعمة ما فقط إسلام، يعني يدرس حتى الأزقة مال المدينة في زمن الرسول، شلون كان يعاش فيها، شلون اللي كان بيته وين وبيت الله وين، من جار منو من الصلاة من مما قبل الصحابة. يعني هذا ما يسمى بالمايكرو ستدي، يعني الدراسات الميكروبية اللي تفوت إلى التفاصيل العميقة العميقة العميقة. واحد يستغرب يقول هاي ليه يجيبون مصادرها؟ لا، أحيانا المصادر تتيح لك مزيد من العمق إذا عندك إمكانية التعمق. إذا ما عندك إمكانية التعمق خلاص هذا المسألة.
السؤال هو ليش نحن نقرأ الاستشعارات؟ واحدة من الأهم المسائل التي ربما تخطر على بالنا هو أننا نفهم كيف يفكر الآخر بنا. هذه مسألة جدا مهمة، أن نعرف ليس فقط أن نعرف كيف يفكر فلان، ولكن أن نعرف كيف يفكر فلان بخصوص كيف ينظر لي. يعني هذه النظرة بهذه جدا مهم في فهم الذات إذا صح الفهم. الاطلاع على مناهج متباينة داخل، بصراحة نحن كثير من المناهج المعرفية دخلت إلى الدراسة الأكاديمية العربية عن طريق الاستشراف. يعني مو هم جوا درسوها، صح هم درسوا في فترة من الزمن، بعض المستشرقين درسوا طه حسين وهؤلاء ناس عقاد كلهم درسوا في جامعة القاهرة على نيلينو وعلى برجس دراسر وعلى آخرين وعلى مايرفو. يعني وحتى أساتذتنا نحن الكبار في قسم التاريخ خاصة قسم العربية ما أعرف أكيد يعني جزء نحن كلنا نعتز بها صالح أحمد العلي وعبد العزيز الدوري وهؤلاء كلهم درسوا في كيف مستشرقين كبار مثل حمد كلبيت وعلى المعرفة كيفية ملء الفران في تراث في دراسة تراثنا. الآخر أحيانا مولع كون جيد، لا، لأن الغريب ينظر إليك برؤية مختلفة عن رؤيتك. يعني كثير ما نحن نتجاهل أشياء أصبحت روتينية في كياننا في وجودنا، لكن الغريب يجي يلاحظها ويقول لك ترى أنت يعني ما أشوفك إنه تمشي مثلاً بهالطريقة، أنت ما مأكد عليها، يمكن إذا تنتبه لا تعرفها، تقدر تدركها، ولكن لما ينظر لك الغريب نظرة يعطيك إمكانية فهم ذاتك بشكل أوسع، يعني يتيح لك فرصة دراسة نفسك أوسع. أنا ما أريد أمدح المستشرقين لأنه راح أرجع أقول أكو خطأ جدا كبير. نحن اليوم صراحة دكتور فارس وأخوي دكتور ناصر وأنا بحثت في جامعة بغداد، ترى نحن ماذا ندرس؟ الاستشراق الحي. اليوم نحن دائما ندرس التاريخ استشراق وما انتهى من الاستشراق الوسيط صح العبارة. يعني كل عزام يدرسون أربري، يدرسون هامل تنجيف، يدرسون برنابيوس، هذا لا راح، يعني انتهوا 70 سنة 80 سنة على وفاة آخر واحد منهم. الآن هناك جيل خطير من المستشرقين يشتغل بطرق مختلفة بمناهج غير المناهج مع الأربري وهامل تنجيف والآخرين، ولكن لا ذكر لهم البتة في مؤسساتنا الأكاديمية على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق. والمؤسف أن بعض أبناء هذه المدرسة من يسمون أنفسهم المؤرخين الجدد، الحقيقة هي مماثلة للمؤرخين اللي ظهروا في إسرائيل يسمونهم المؤرخين الجدد، هؤلاء أو المنقحين هؤلاء يقولون بأن كل الدراسات الإسلامية التي مضت في الغرب طبعا كلها فيها محاباة وفيها تعاطف وفيها شاهد وفيها منهج غير دقيق. هم سيعيدون الدراسة من جديد وبدأوا في طرح أسئلة غريبة وفي محاولات أيضاً تستوجب التصدي إلى صحة. فهذه كلها الحقيقة يجب أن يشاهد. أرجع أقول أنه بداية يمكن أن نطلع لنا حتى لا أنسى، نحن أيضاً بحاجة إلى أن نفهم الاستشراق نقدياً ليس تعاطفاً ولا كراهة ولا شتما ولكن نقدية، لأنه الآن دابلهم بسرعة. يعني أنا جبت معي مثال، هذه 4 كتب صدرت في شهر واحد المستشرقين، المستشرقين كلهم من القرن 19. الشيء يعني أنا ليش جبت هذا؟ حتى أقول ترى الآن فيض من الترجمات لكتب المستشرقين العتق والجنون. يعني الأسواق العربية مرة أخرى بصراحة شديدة بعد زوال الحصون، سواء في سوريا في العراق في حتى في مصر في السعودية، فتحت الأبواب لنتاج الاستشراق على مصراعيه، قديمه وحديثه، السيء من قديمه والمخيف من حديثه بصراحة. وهون هذا نحن إذا هكذا فتحت الأبواب هكذا ترجمة أصبحت، لم تكن الكتب الترجمة في السوق سابقا، ما كنا نشوف كتب الترجمة قليل.
دار المعمول كانت تترجم كتابين ثلاثة نرفع حتى نشتريها غالبا في اللغة، بس مو في مواضيع شرسة مثل هذا. مثلا معرفة المسلمين الأوائل لتأويل القرآن مثلا، موقف الأصولية الإسلامية القديمة من علوم الأوائل. هذا الكتاب اللي ذكره أخونا، العلاقات بين العرب وبني إسرائيل قبل ظهور الإسلام لمرغوليو. مرغوليو الآن ترجموا كتابه اللي هو نحن نعرف 1924 صارت المشكلة مع كون طه حسين قد سرق نظريته في شهر الجاي، وصارت من ذاك الوقت مشكلة كبيرة. اليوم يترجم الكتاب يعني بعد 100 سنة تقريبا. هذا خطير جدا، هذا يعني انه كان هناك تلكك نوم سبات، ولكن فتح الابواب على مصاريعها دون نقد، دون نقد مهم، نقد منطقي، والله يعني غزو فكري مخيف ربما يؤدي الى اثار لا تحمد الله. ما ادري لطيف في هذه النقطه. ارجع اقول انه نحن في جامعه الموصل بدانا محاوله دراسه الاستشراق بشكل تصورناه علمي دقيق مع الدكتور ناصر. ناصر كان طالبا ذلك الوقت، طالب ماجستير، اخذ موضوع صلاح الدين لئيم في الكتابات الاستشراقيه الانجلو سكسون. حصر انا ليش اقول؟ لان في وقت قلت له شوف ناصر اذا ما تعرف انجليزي لا تجد، قال لي انجلو سكسون، واذا تعرف انجليزي احصر لي ما هو في دائره النتاج الانجلو سكسوني، انجليزي امريكي لا تجي تقول لي صلاح الدين كاتب عنه الماني فرنسي، انت ما لك علاقه لانه لا تجي الفرنسي ولا. وحاولنا منذ تلك اللحظه، منذ تلك اللحظه ويعرفه الرجل، قلت له انا لن اقبل في يوم من الايام ان اشتغل او اشرف على طالب ماجستير او دكتوراه في الاستشارة لا يجي لغه المستشرق اللي يكتب عنه. ولا زلت على هذا، وهذا سبب الاشكالات مع كثير من الشباب، خاصة مع إخواننا الأعزاء في جامعة تكريت الذين فتحوا الأبواب على مصاريع لدراسة الاستشارة دون لغات. وصارت أيضا في جامعة 116 عدة دكتور ناصر، 116 رسالة دكتوراه ماجستير. أنا أتحدى والله ما أطلع منهم 10 يجدون اللغات المستشرقين الذين كتبوا عنهم. ونحن لا يوجد عندنا أي مدارس لغة. وفي يوم من الأيام للأسف الشديد كان يقال ان ماكو حاجه لغه انجليزي فرنسي ما اعرف ايش، اكتب بكيفك انت عربي. ما يجوز هكذا، ما هكذا تتكلم، ما هكذا يعني يجوز تعاطي مع العلم والمعرفه. انا اتذكر الله يرحمه عمر الطالب، واتذكر استاذ جدا كبير اخر سامي النجف الله يرحمه، بعد 2003 2004 القى كل واحد القى محاضره على حده. اثنينهم قالوا ما يلي، قالوا نحن جيل يتحمل مسؤوليه منع الجيل الذي جاء بعدنا من دراسة اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، لأنه كنا مع الصوت اللي يقول لغة المستعمر تربح. أذكر الدكتور أشرف السماك الله يذكره بالخير لا زال حي، كان يقول خلص يعني مع أصدقاء، يقول والله كنت أتمنى بس أنا دارس إنجليزي يا ألماني لا أشوف إيش كان سوي. وفعلا أزهر السماك لو رايح دارس لغة إنجليزية، الرجل أنتج نتاج مذهل في اللغة العربية. بس لو دارس انجليزي وطعم دراساته او فرنسي او الماني، هذه علوم عالميه، ما مساله انه انا اروح المستعمر ما مستعمر، ما هي كان مستعمر يا صديقي قاعد في بغداد، ما يعني هي المشكله، مو مشكله اللغه، لغه ناقل للمعرفه، عربه تنقل لك المعرفه، توصلك نافذه، توصلك الى الاخر دون ان بالضروره ان تكون انت متهم بكيك. لغة، ترك اللغة خطأ كبير، دراسة الاستشراق بدون لغات أنا أقول لكم مسألة غير موفقة. المستشرق نفسه درس تراثك بلغتك وحللوا وناقشوا بلغتك ثم كتبوا بلغته، وأنت تريد تيجي تعرف ايش كتب، تريد منه أنه يكتب لك مرة أخرى، يجي هو يقول لك يا أخي تعال أترجم لك بالعربي حتى تفهمني، إيه معك روح ادرس لغة أخرى. ما معقولة ماكو حد يدرس لغة، ما جائزة يعني، لا غير جائز أنه الاستشراق يدرس في أي مكان في العالم، سواء كان أمريكي فرنسي إنجليزي إلى آخره، إلا وتدرس معه اللغة التي يقوم الطالب بدراسة المستشرق.
وكنت أتمنى أن الدكتور بقى فترة مستقبل العميد حتى أقول شيء جدا أنا مستقبل. يعني جامعة الموصل تبدو كأنما على عداء فوبيا مع الوقت. هاي صار كم سنة؟ الآن 36 ألف مش ثلاث؟ لا 3000 تدريسي في جامعة الموصل. لا زالت بس اللغة العربية والإنجليزية شوية وشوية فرنسية. ما معقولة ماكو إيطالية. ما معقولة ماكو ألمانية، هاي جامعة صار عمرها 100 سنة تقريبا. ما معقولة ماكو عبري، آراني، سرياني إلى آخره. طالب اللغة العربية يروح يدرس في سرياني وهو ما يعرف سرياني. يألف كتاب على يعني شيء من هذه الأشياء اللي تتطلب لغة ما يعرف. ما جاء. ما معقولة جامعة بهالعمق هذا بهالعمر هذا بس 3 لغات تدرسها في أكاديمية. جامعة بغداد عندها يمكن حوالي 15 لغة. جامعات العالم جامعات صغيرة والله مليئة باللغات، تفوت تشوف قسم اللغة الفلانية، قسم اللغة الفلانية، حتى هذه اللغات الأفريقية شو يسموها؟ لا 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 ما أعرف منها هذه كثيرة، يعني هاي سواحل أفريقيا كلها أقسام دراسات لغات في فرنسا وفي بريطانيا وألمانيا عليها. وفيها كوادر تدريسية. أنت جامعات عراقية تجي تطول لها 50 سنة وستين سنة ومية سنة بها 3000 تدريسي. بس 3 لغات فقط. وبالجرجير اللغة الإنجليزية. غاس غاس بالشوية فرنسية. هذا نقول علينا أيضا نحن إذا الاستشعار جاء تدرس الاستشعار مفروض يجب أن نتأسس علم. يجب أن تأسس تضع المؤسسة التأهيلية تماما منه وألا أنا بعدين لا أعرف أرفع الأسماء لا أعرف أقرأ النصوص وأنتظر لي واحد يجي ترجم البارحة شفت لي واحد يقول لي إيه جوجل طلعوا برنامج مال ترجمة إيه لكن علي شو أعطيها لأبو جوجل يعمل لك رسالة ويجيب لك خذ الدكتوراه علي شو بتعمل نفسك إذا الغاية هي الدكتوراه بس كلها هذه المكننة الجديدة كلها تصنع لك رسائل. أستاذ الذكاء الصناعي في واحد من الشباب قبل كم يوم بعث لي سألته سؤال جاوب يعني سؤال أحسن مما أنا أكتبه بالاعتماد على 5 مصادر عادي. الذكاء الصناعي بهذا الإعلامي ما أنا نعم هذا ما يصير تستمر الأمور بهذه الشكلية يعني لازم جامعة الوسط تعرف على الأقل 6-7 أقسام شنو تقولي تأثر مع بها اللغات؟ كلهم يدرسون أكادي ويدرسون سومري ما يعرفون الأكادي ولا واحد بس عندهم كان عمرو سليمان يدرس أكادي وجاء بعدين علي الجبوري واثنينهم راحوا تقاعد لا أنا بس دكتور خالد وقال رجل اسمه خالد أنا ما أعرفه يوم ابتدى هو الوحيد اللي يعرف أكادي وكلهم تخصصهم آشوري واللي قال لك أنا نو آشوري واللي قال لك أنا أولد آشوري وهم كلهم يدرسون بالعربي أنا ليش أنا ما ليش ما تكلمت أول واحد؟ لا فضل أحبط الآخرين بس هذا كافي يعني ما يمكن الاستمرار في السكوت على منهجياتهم شيء آخر نحن لما نجي جماعتنا الشباب لما يقرأون الاستشراق أصدق مع احترامي أستاذ محمود حباك شاب جديد في عالية حكينا على التصوف حكينا على نحن في قسم تقسم تاريخ عربي التصوف ليس جزء من المنهج مطلوب منه أيضا دراسة لغات لأنه قابل بالذات يعني أنا أعرف شخص مثل ما تفضل ما حضر شخص درس ترجمة قابل للمعلقات السبع ووقع في مأزم أنا أتذكر جيد جدا علاء جاسم في جامعة أدب أخذ دكتوراه في هذا وكان نجلس حوارات طويلة ساعات لأنه أبلي كما ذكر أنه يقول لك لا توجد ترجمة يعني بالمعنى الترجمة يوجد تفسير أنت لما تنقل نص من نص من لغته إلى لغة أخرى أنت قدمت تفسير وليس هو الكلام نفسه يعني أساتذتنا في اللغة يعرفون أي نص ما يمسك أي مترجم لا يمكن أن يعطي للقارئ الجديد الذي سوف يقدم الكتاب المترجم إليه بنفس الطريقة التي وضعها بها
هل لما يقولون ان القران لم يكن ترجمه ما فيها ادنى شك هذه المساله. هو كتب صغيره ما يمكن ترجمه. شعر بسيط لشاعر محلي ما يمكن ترجمه. قلت له حترجم لي القران اللي هو فيها الدايمنشنز هذه المذهله الابعاد الواسعه ياخذك من معنى الى معنى الى هذا التلاعب بالالفاظ هذه الهندسه الكبيره للغه. من يقدر يشتغل؟ قال لي تترجم القران. هذا يتطلب ان اكون عندي معرفه بالقران انت كذلك يعني ما يكفي خاصه طالب تاريخ اللي يروح يدرس استشراق المستشرق يدرس حتى فلك حتى طب براون ابو الادب الايراني ابو الادب الفارسي طبيب درس الطب العربي في اربع محاضرات من اربع ما كتب عن الطب العربي في فتره الخمسينات والستينات الماضيه. ولكن هو لما اشتغل على الادب الفارسي تعرفون الان في ايران كان عنده جامعه باسم الفارسي لانه يعتبرونه ابو دراسه الادب الايراني القديم والحديث. يعني خمسه لغات ساميه ترك اللغات الاوروبيه عرفها كلها. هؤلاء الشباب اللي نحن نسمع عنهم مثلا لورنس اوف اريبيا هذول كلهم كانوا يجون عند براون يسمعوا له بس. مارك ساكس كان يجي عند براون مارك ساكس صاحب التقسيم ساكس بيكو كان يجي عند براون بس يسمع منه يقول له هاي الاسماء اللي تجيبها اسماء ما نعرفنا هذه كلها جغرافيه كان ياخذها بيروح على براون يقول له هاي شنو معانيها؟ يعني أهلوا نفسهم تأهيل معقد. أنا أجي طالب تاريخ الطريق التاريخ قرية عثماني شوية وعبد الرحمن عارف أجد أدرس كل هذا العمق هذا ما مديح. أنا أتكلم عن تأهيل المديح غير أجي الآن إلى ما هو نقيض المديح. إلى الآن أنا قال للدكتور ناصر 116 رسالة والله كلها إذا تأخذها مواضيعها تاريخ الاستشراق أكثر مما هو الاستشراق اليوم الحي. باتريشا كرونا امرأة درست في جامعة هولندية الأصل في الدنمارك وأنا عملت محاضرة عليها في يوم من الأيام يمكن يذكرون الشباب حكى حتى ما حد كان حكى عليها بعدنا بس بدأ الكلام عنها من نتيجة تلك المحاضرة ولكن إلى الآن معهوش. باتريشا كرونا قادت حملة مخيفة ضد نمطية دراسة الإسلام على الطريقة الاستشراقية اللي نحن كنا نتصورها متأخرة أو معادية. اعتبرتها جدا متعاطفة وطالبت بمزيد من الشراسة في دراسة النص الإسلامي. من يقول لك القرآن؟ محمد تمام كان واحد اسمه محمد لما جو قال هذا الطبري هذا المسعودي هذا فلكلور روح جيب لي نص عبري يقول كان محمد جيب لي نص ارامي يقول كان اما انت جايب لي مال جماعتكم وكم كتب وفلان وفلان وعلان هذا درس في جامعتك لا تجمع. وخلقت موجة مخيفة شوفوا أنا والله ربنا شوفوا صحيحة وصحيحة أيضا في جنة شوفوا حتى في الكتب الصغيرة هذا أوروبا تاريخ وجيز أوروبا تاريخ وجيز ما له علاقة بالإسلام تمام؟ وأنا لقيت الصورة يكتب عن تاريخ اوروبا العنوان الانجليزي The Shortest History of Europe لا اسلام ولا عرب ولا كذا لقد اعتمدت في هذا الكتاب بشده على اعمال علماء التاريخ الاجتماعي واخص منهم من ذكر مايكل مان وباتريشا كرون ما تكتب بالتاريخ ولكن اوروبا كلها اصبحت لا تسمح بكتابه كتاب الا وان يعود في مرجعيته الى باتريشا
مات مات قبل 4 سنين 10 5 سنين. انا من الناس اللي محضر المحاضره بتاعتها لسانها بذيء تشتم، يعني تسمي الحكام المسلمين في مثلا في بنات ما اقدر تسميات بات. دكتور اكثر من هذا انه تشتم حتى رقعه جماعتنا الذي لا ينساقون. دكتور فارس ادخلت بعض كبار المستشرقين فيما يشبه محاكم تفتيش وعرضتهم الى سلطت عليهم جمهور. اصبحت الكتب لما تكتب عن الاسلام في الغرب كلها انه تعال الناشر يقول لك راجعته الكورونا لا ما راجعته، ما راجعته يقول لك روح خلي تراجعه شوف ايش يقول. لقد اعتمدتم في هذا الكتاب بشده على اعمال علماء التاريخ الاجتماعي واخص منهم من ذكر مايكل مان وباتريشا كرونا. البروفيسوره كرون ليست خبيره في التاريخ الاوروبي بل متخصصه في الاسلام، لكنها في كتاب صغير لها عن المجتمعات في عصور ما قبل الصناعه ضمنته فصلا يدل على براعتها المفرطة تحت عنوان غرائب أوروبا، وهو تاريخ كامل في 30 صفحة. يكتب تاريخ أوروبا في يعتمد على وحدة ما اختصاصها في كن كتبت عن أوروبا في 30 صفحة. وأكو من الأوروبيين ما كتبوا 16 مجلد و 17 مجلد. بتكون أستاذ حسن هذه السلاسل مال كامبريدج، كامبريدج هيستوري أو حتى ميدل إيست، كامبريدج هيستوري ميديفال بيوري متركيا هذه كلها ما يذكرها يذكر هذه في 30 صفحة. نرجع أقول إذا الآن ما ظهر من 2016 من يتأهل أن ينقل هكذا أكثر من هذا. هذا أشهد أن إذا قلت أقول كل دراسات الاستشراق بها عبق بها عبق. أنت ما تروح تكون طلابك على تاريخ الاستشارة الذي تجيب لي كلاسيكية عملية درسهم، بس الآن ما مفاجبات أخرى. ما كتبه أدوارد سعيد الاستشارة إلى الآن في العراق يمكن مرة ندوة صار بالمجمع العلمي وندوة بائسة والله صار منتهى البؤس، لأنه أيضا اثنين تحدثوا بها ما يعرفون إنجليزي وما حاجة للأسماء، والآخرين تحدثوا يمكن قالوا لهم عن المحاضرة قبل 2 سنين. صارت عن أدوارد سعيد الآن مدرسة مذهلة في النقد الأدبي، مو فقط مو في التاريخ الاستشراق. ما أحد لم يدرس شيء من أدبيات أدوارد سعيد في الجامعات. في الجامعات الأمريكية كلها تدرس نظريات سعيد في النقد الأدبي، النقد الأدبي النقد الأدبي الإنجليزي والأمريكي والفرنسي، رجل متخصص كبير. أرجع إلى الفيلم، أرجع إلى الفيلم، هو المشكلة الكبرى المنهجية. يعني هذا واحد آخر. شيء ثالث، عندنا مستشرقين، عندنا كتاب عرب روائع فاتوا مع الاستشراق في مقالات يعني منتجة. ولكن ما لحد درسهم، انا اخاف ان الدكتور ناصر لا غدا يجيني 15 رساله ماجستير اللي يكتبون على المواضيع، ما هكذا تصير المساله. المساله تصير بتاسيس قاعده عمل كورسات جيده للاستشراق، تعطي فرصه يدرس لغه الطالب اللي يروح يدرس استشراق انجليزي لازم يعرف انجليزي، ما يعرف لا يجي لا يتعب نفسه. لا يتعب نفسه. يا فيلولوجي. انت اذا ما تعرف لغه الشخص اللي تدرسه حتى اسمه ما تعرفه. أرجع أقول طولت كثير. مثلا بدي أجيب مثال. عبد الرحمن بدوي. عبد الرحمن بدوي كتب موسوعته عن الاستشارة. والله مذهل. وأنا جلال أسد أحمد قالوا لي غدا يجيني واحد يقول أنا بدي أعمل ماجستير، ما تعمل ماجستير، خلينا نحكي قبل ما تعمل ماجستير. والله عبد الرحمن بدوي يتكلم عن الاستشراق الألماني بطريقة لا صلة لها بكلامه عن الاستشراق الإنجليزي، وهو يترجم لأشخاص، يعني ما داعي يناقشه، لا بس في ثنايا حديثه عن التراجم والسيارة يعطيك نقد أقوى ما ثم عاد، ثم عاد بعد ذلك رجل وصدر كتاب دفاع عن القرآن، وصدر كتاب آخر دفاع عن الرسول. وهو المعروف عنه وجودي، وكان يقال انه سيد الفلسفه الوجوديه التي لا تؤمن بالدين ولا بالاسلام،
رجل قضى حياته في نهايتها نقدت القرآن من المستشرقين نقدا والله لا يضعيه أريد أحد في العراق كتب دبلوم على المسكين هذا أقول مسكين ليش مسكين لما مات عبد الرحمن بدل مات في فرنسا في شارع واقع رجل كبير عالم عظيم بس لأنه كان ما يسلم نفسه للعكري حتى مع جمال عبد الناصر كان واضع أصبعه فيه الاسم جبار وقع في شارع جاش واحد يشيله قال له انت منه قال له خبر السفارة المصرية قال له فيلسوف مصر واقع لا حد بس شنو السفير كان إنسان رأسا ركب سيارة وجاء ما يعرف انه هذا يشوف عبد الرحمن بدل واقع في شارع شالوه شوية طببوه ورجعوه على مصر أنا ما أدري تعاطف حتى فيك تكتبون عليه ما صعيب يعني ما الأكاديمية ما لنا فرق في بعض في زبان في غياب أما عن هذه الشخصيات وهذه الإمكانات وهذه الإحتياجات هذا هو الاستشعار الصحيح هذا هو الاستشعار الصحيح وأنا أقول أرجع أختصرها استشراق في كدراسة في العراق غير موفقة إلى الآن بحاجة إلى مزيد تأسيس قواعد تحتية حتى يشتغل عليها بنية تحتية لغة مناهج ثم بعد ذلك يجري دراسة الاستشراق الجديد الذي هو حي ويكاد يعمل العمائل الحقيقة عندئذ نستطيع القول أنه نحن درسنا في عالم نقد الاستشراق الصحيح والأكاديمي وشكرا نشكر الدكتور جزيل على هذه الإفاضة والتي أنعقنا فيها بمزيد من الملاحظات والآراء حول المسائل الحساسة تخص الاستشراق أريد أن أقول شيئاً حول هذه المسألة بالفعل أن الاستشراق في مراحل التطور الاستشراق في مراحل التطور وقفزات نوعية من حيث المضمون ومن حيث التوجه في فترة من الفترات بحثت عن هذه المسألة التي بثرها عن باتريشا كورونا وهي من التنقيحيين يعني الحملة التنقيحية حملة خطيرة أدت ما بعد الاستشراق الكلاسيكي وأحفظ أحكام خطيرة جدا عن تراثنا وعن حياتنا وعن أدياننا وعن أخلاقنا وعن علاقاتنا فأنا في تلك الفترة أسميتهم بالمستشرقين التعبويين هؤلاء أخطر مما نتصور بكثير لكن لو نأتي إلى الدراسات العليا التي لدينا في مجال العقائد وفي مجال التاريخ ما الذي يكتب عن باتريشا كورونا؟ ماتت باتريشا كورونا ولم تحظى بدراسات موسعة في مجالها المستشرقون هم من دافعوا عن الإسلام وقفوا ضد باتريشا كورونا في آرائها المضطردة الكثيرة هناك كتاب يعني The Muslims are coming أتى مستشرق بنفس العنوان بنفس الكتاب كي يناهض ويعارض ما كتبه هذا المستشرق نحن بعد أن تتوفى باتريشا كورونا بسنين طويلة وهي عاشت مثلا 40 عاما تتكلم عن الإسلام والتراث ومرجعية الإسلام البكر بعد 40 سنة أو 50 سنة ربما أن تموت باتريشا كورونا ونحن نجهل باتريشا كورونا ثم لاحقا نأخذ دراسات ماجستير ودكتوراه في باتريشا كورونا ولا نستطيع أن نناجزها علميتها في وقت مبكر أين المتخصصون إذن؟ أين طلب الدراسة العليا؟ أين المباحث في هذا المجال؟ أخونا الدكتور مصعب قبل فترة كتب عن هذا الموضوع لكن هذا كان ينبغي أن يكون من وقت مبكر الاستشراق تطور ونحن لن نتطور نحن لا 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 نملك إلا الهجوم ورب الآخر ورب الذات جملة والسمة الغالبة على سلوكنا هو الإعمام الإعمام طبعا هو الإعمام ليس لذات الإعمام وإنما للسهولة والإقصاء دكتور باتريشا كورونا لديها 50 كتاب تكتب في على الأونلاين إذا تطلعون الآن باتريشا كورونا تشوف أسئلتها من هو محمد؟ ما القرآن؟ الذي يكتب عليه إذا ما يعرف إنجليزي لا يتعب نفسه يا أخوان اسم مهما كان اسمه لا يتعب نفسه إذا ما يقرأ النص بلغته هذا تجاوز بعد خطر إذا ما يقرأ بلغته درسوا اللغة يا شباب اللي يدرسون استشارة درسوا اللغة وتعال وإلا ما عداها ترك هذا الاستهلاك من بعض الطلبة لا عليكم السلام ما أردت أن أقوله
لا اريد ان اخذ من وقتكم الكثير، لكن هو تعقيبا على هذه الموضوعات وهذه الملاحظات، نحن يجب ان ننتبه الى التقصيرات التي يعني نتعاطاها دون ان ندري او ندري لا ادري يعني حقيقه لا اعرف ماذا اقول او ماذا احدد، وهي ملاحظات كثيره وخطيره في هذا المجال، كلها تقع ضمن خطوره الدراسات الاشراقيه وجدواها. اشكركم على هذا الحضور واشكركم على هذا الاصرار.